السلام عليكم، بدنا ناخذ سؤال رقم 36 على موضوع الموشن الروتيشنال موشن اللي الحركة الدورانية. السؤال بحكي a tire 0.5 متر in radius. الآن أول شيء معطيني شو الراديوس، عارف إنه R إيش هتساوي 0.5 متر، ممتاز، in radius. Rotates at a constant rate of 200 revolution per minute. الآن بدي تركزوا على هاي الكلمة، بيلتف بسرعة ثابتة. الريت عادة هو سرعة، تمام؟ والدليل الثاني إنه الوحدة شو revolution لكل minute، عادة السرعة بتكون متر لكل second، دائما يعني وحدة مسافة بالنسبة لوحدة زمن، لكن هون شو معطيني إياها revolution، يعني زي دورة لكل دقيقة. إذا معطيني 200 دورة لكل منت. الآن طالما معطيني هذه السرعة لكن كسرعة دورانية، شو اسمها السرعة الدورانية؟ أوميجا، سميناها الأنجولر فيلاسيتي، ممتاز، أوميجا هذه هي السرعة الدورانية. حكينا إلها وحدتين، يا إما ريفولوشن بير مينت أو راديان بير سكند. الآن تعال نشوف، طبعا انا حسب التطبيق اللي مطلوب يا بحولها لراديان بير سكند يا بخليها ريفولوشن بير مينت، عاده بنحولها دائما لراديان بير سكند. خلينا نكمل. فايند ذا سبيد اند اكسلريشن، بده السرعه والتسارع، اذا بده في وبده ايه. طبعا انا كيف عرفت انه هو بحكي على سبيد واكسلريشن، ما هم ايش دوران. Of a small stone lodged in the tread of the tire. لأني أنا كملت قراءة السؤال. شو هلا التاير؟ إحنا عارفين هذا تاير مثلاً، تمام؟ بحكي لي تخيل حجر، هذا الحجر هذا إيش؟ lodged يعني ملتصق in the tread of the tire، على إيش؟ طرف التاير، هيو كاتب on its outer edge، على الحافة الخارجية للتاير. مش إحنا بنعرف إنه هذا الradius، هذا الحجر لما يلف وهو عم بلف، هذا فعليا عم بلف مسافة حقيقية، ما له علاقة بالزاوية، لأنه عم بشوف إيش، عم بقطع مسافة، تمام؟ طالما السرعة، إحنا هاي السرعة اللي بتمس الدوران سميناها مين؟ V، تمام؟ إذا هذا هو V اللي طالبها، فطالب V وطالب إيش؟ A، وإحنا إيش؟ حكينا إنه هاي السرعة اللينير اللي هو خطية والأكسلريشن خطي، هون معطيني الزاوي. فإذا أول خطوة، طالما هون معطيني سرعة وهون سرعة، شو العلاقة ما بين السرعة الزاوية والسرعة إيش اللينير، تمام، اللي هي عادة الانتقالية. وبعدين من خلال إذا أنا عندي السرعة الانتقالية بقدر أطلع مين الأكسلريشن من القانون تبعهم. خلينا نطلع القوانين قبل ما إيش نبلش نحل بالسؤال ونشوف من أي قانون حنختار. الآن بدي أياكم تنتبهوا يا جماعة، العلاقة ما بين V و W، إذا بدي أحول W إلى V بحولها إيش؟ بضربها بالR، الR اللي هو الراديوس. لكن حكينا شغلة على هذول القوانين، لنطبقهم لازم يكونوا بالراديان، تمام؟ هذه الأنجل اللي هي هون مثلاً، المسافة تساوي الأنجل اللي هو ثيتا في الراديوس، الأنجل لازم تكون إيش؟ بالراديان، والأوميجا لازم تكون بالراديان لكل إيش؟ سكند، والألفا لازم تكون راديان لكل سكند إيش؟ تربيع، ممتاز؟ فإذا هذولا بالنسبة ل اللي هم الانجولر موشن، تمام؟ اذا هاي راديان، هاي راديان بير سكند، هاي راديان بير سكند تربيع. فبالتالي لما انا اجي بدي اطلع في، اول اشي خليني احول اوميجا لراديان بير سكند، بعدين بضربها بالراديوس بيعطيني مين؟ الفي. هلا اذا مجرد ما طلعت الفي، انا الان عم بحط خطه الحل، يعني هيك بفكر من خلال المعطيات، شو القوانين اللي عندي اللي موجودة إيش حافظهم، شو ممكن أستخدم من هاي القوانين. أنا طالما معطيني أوميجا وعندي R، إذن بقدر أطبق هذا القانون أطلع V. لكن هل بقدر أطبق مباشرة أضربهم بعض؟ لا، لأنه الأوميجا معطيني إياها بريفولوشن بير مينت، هاي هون شو معطيني أوميجا؟ ريفولوشن بير مينت والراديوس بالمتر. فهاي أول خطوة لازم أحولها لمين؟ لراديان بير سكند. خلينا أول شي نلتهي بالفي، بعدين بنروح على الأي وبنطلع قانونه. فالآن إيش باجي بسوي؟ بحكي أوكي، كيف أحول من ريفولوشن بير مينت إلى راديان بير سكند؟ التحويل سهل جدا. أول إشي أنا لما أحول ما في قاعدة بحفظها، بتطلع على الوحدات revolution. شو يعني revolution؟ دورة. هلأ أنا بعرف الدورة كم بتغطي زاوية، مش الدورة الكاملة، الone revolution
تعادل اللي هو 360 درجة. طب إذا أنا بدي إياها بالراديان، مش 360 درجة تعادل 2 باي في الراديان؟ إذا هذه الكي تبعت إيش؟ التحويل. هذه اللي حنستخدمها بالتحويل، 2 باي راديان تكافئ مين؟ 1 ريفوليوشن. خلينا أوضح كلمة ريفوليوشن. فالآن طالما عارفين هالإشي، الآن باجي بحكي إذا الريفوليوشن اللي تيجي تحولها، طلعوا كيف طريقة التحويل سهلة جدا، بس امشي خطوات، لأن أنا بدي أخلص من الريفوليوشن بروح بحط هنا بسطع مقام وبحط تحت ال1 ريفوليوشن. هلا هيك أنا بعرف إنه الريفوليوشن هتختصر مع مين؟ مع ريفوليوشن. ممتاز. طيب ال1 ريفوليوشن كم تكافئ بالوحدة اللي أنا بدي إياها؟ شو الوحدة اللي بدك إياها؟ راديان تكافئ 2 باي راديان، بروح بكتب فوق 2 باي راديان. يعني يا جماعة بالبسط وبالمقام بتحطوا شغلتين متكافئات لكن بواحد مختلفة. الآن أنا بدي المنت، بدي ألغي المنت لأن هالمنت موجودة بالمقام. وين بروح؟ بحكي بحط 1 منت بالفوق. طب المنت شو بتكافئ؟ لأني بدي أنا أحولها إيش؟ لسكند. شو بتكافئ بالسكند؟ 60 سكند. شوفوا ما أبسطه. الآن برضو إيش؟ المينت بتروح مع المينت. طبعاً شفتوا ليش حطيت المينت فوق؟ لأنه هون المينت تحت. حطيت الريفولوشن تحت لأنه الريفولوشن أصلاً فوق. فالآن شو ببقى 200 ضرب 2 باي راديان على 60 سكند، وهذا هو حيكون إيش؟ اللي هي الأوميجا بالراديان بير سكند. فالآن إيش باجي بحكي؟ إذن أوميجا شو تساوي؟ 200 صح؟ في 2 باي على 60، كل هاي راديان لكل سكند. تمام. اذا هيك طلعت الاوميجا بالراديان بير سكند. الان انا بكون جاهز لايش؟ لاجد ال في. الفي شو قانونه حكينا؟ قانون الفي، اذا حتى هدول خليهم بالاحمر لانه هم المطالب. هاي الفي مجهوله والاي مجهوله، فباجي بحكي اذا الفي، انا عندي قانون الفي شو بيساوي؟ اوميجا في ار، القانون اللي أخذناه بشوي. هيك V شو بتساوي؟ أوميجا في R. الآن أوميجا صارت بالراديان، فأنا جاهز بروح بحكي إذن وتساوي أوميجا اللي هو كم؟ 200 في 2 باي على 60 ضرب إيش؟ 0.5 اللي هو الراديس اللي أعطاني إياه، وتساوي الآن بحسبها بالحاسبة بتطلع 10.5 إيش متر لكل سكند. هلا هذه V، إذا بدك تخصصها هي إيش؟ V tangential. ليش؟ لأنه حكينا أي إشي بمس، يعني هون هاي خلينا أحطه بلون آخر، أي إشي بمس مش هاي السرعة، سرعة الحجر، لأنه هذا هو الحجر، فهاي بسموها في تانجنشال لأنها بتمس. تمام. أو ممكن تتركها في. الآن تعالوا على الفرع الثاني اللي هو الـ A. الـ A قانون الـ A اوريدي حكينا الـ AC، طبعا الـ Centripetal Acceleration هو الـ Acceleration بفعل السرعة إيش؟ Tangential. ممتاز. لما يعطيني الـ Radius ويعطيني السرعة عادة الانتقالية، كيف بطلع الـ Acceleration اللي هو شو؟ V squared over R. تمام. طبعا هذا له اسمين، Centripetal Acceleration أو Radial Acceleration. فمباشرة شو بروح بكتب؟ الآن بدي بحكي A شو تساوي؟ V squared over R، وتساوي 10.5 squared over 0.5، وبطلع الإجابة تقريبا 219 متر لكل سكند تربيع. الآن وين حيكون اتجاهها؟ أكيد اتجاه دائما الأكسليشن اتجاهه للمركز، فبتروح تكتب إيش؟ الاتجاه inward. ممتاز. لأنه دائما الأكسليشن بيكون بتطلع إيش؟ للمركز. هذا بيكون نهاية فيديو الحالي. إذا عجبكم اعملوا لايك، سبسكرايب يا جماعة للقناة، وانشروها بين أصدقائكم. الله معكم.